ازيكم؟ معاك عمر الطاهر، انجلش انستراكتور من سبيجلر. طيب تعالوا نبدا اول حاجه كده الارقام من بدايه 0 ل 10. من 0 ل 10 دي سهله جدا، نبدا 0 0 1 1 2 2 بعد كده 3 3. بس نخلي بالنا بس هنا ان انا 3 لما اجي اقولها اطلع لساني في التي اتش. دي قاعده ان انا لما باجي اقول التي اتش في الانجليش بطلع لساني، يعني بقولها ده كده في العربي مش زي السين، يعني مش بقول 3 بقول 3 3. بعد كده 4 4. بصوا هي يعني ايه، لو عايز تحنكش وعايز تقولها كده يعني بالامريكان اكسنت هتقول 4 4. ليه بس الار في الانجليش مش بنقولها زي الر في العربي، بنقول 4 4، بلف لساني وانا بقولها 4 4. بعد كده 5 5. وهنا بس نخلي بالنا ساعات في ناس بتقولها 5، يعني في فرق ما بين الاف والفي. الاف هي اف عادي، انما الفي ف ف ف، فبقول ايه؟ بقول 5 5، مش بقول 5. بعد كده 6 بعد كده 7 7، 8 8، 9 and 10. دول كده من 0 ل 10 سهلين جدا. تعالوا بقى نخش من 11 لغايه 20. بصي ال 11 اللي هي 11 11 11، 12 اللي هي 12 12 12، بعد كده 13 13، ما تنساش ال TH، 13 13 14 14، بعد كده 15. بصوا 15 ساعات الناس بتقول 15، يعني ليه؟ عشان بس اقول لك حاجه، ساعات الناس بتقعد تقول لك ايه انت مش عارف من 13 لغايه 19 هتزود 10، هو صح يعني بس عارف مش هتقول الرقم، هو يعني مش هتقول 15، هي 15 15 15 16 17 18 19 and 20 20، طبعا اللي هي 20. على فكره بالمناسبه من بدايه بقى 20 ل 30، انت اول ما تعرف بس 20 ل 30 هتعرف بقى تكمل ارقام لغايه 100 عادي جدا. تعالوا كده نشوف. اول حاجه 20 هي 20 او 20 بالامريكان اكسنت 20، ده ليك يعني انت لو عايز تقولها 20 قول 20، عايز تقول 20 قول 20، بس يعني هتسمعها في الافلام 20. بعد كده بقى 21 21 هتبدا بقى تزود الارقام اللي هي 1 2 3 اللي احنا خدناها في الاول 1 2 3، فهتبدا تقول 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. وكذلك هتبدا تكمل 31 30 اللي هي 30 31 32 وهكذا. طب تعالوا كده نشوف 20 30 40 دي هنقولها ازاي. طبعا 20 اللي هي 20 او 20، بعد كده 30 30 اللي هي 30 30، ونخلي بالنا ان 30 غير 13 عشان دي ما اعرفش ليه بتلخبط ناس كتير. 30 اللي هي 30، 13 اللي هي 13. بعد كده 40 40 50 60 70 80 90 and 100 100 اللي هي 100. طب تعالوا كده ناخد 10 في النص مثلا عشان نتاكد ان احنا بنعرف نقولهم صح. عايز اقول مثلا 70 لغايه 80، فاقول 70 بعد كده ايه 71 72 73 74 75 76. الحاجات اللي الناس بتلخبط فيها يعني هي زي ما قلت لكم، ساعات الناس بتلخبط اللي هي ما بين ايه 14 و40، ف 14 و40. ساعات برضه الناس بتلخبط حاجه ثانيه اللي هو مثلا يعكس الرقم، يعني انا مثلا هو قدامه رقم مثلا عايز يقوله الرقم ده ليتس سي هو 54، فهو مش عارف يقول 45 ولا 54، يعني فاهم هو مش عارف يعني يقول ايه. فباختصار زي ما قلنا هو رقم يعني حاجه و50، يبقى هنبدا بال50. ايه هي ال50؟ ال50 اللي هي 50، فهي 54 54، ده لو عايز تقول 54 54. فبتبدا في الاول بالرقم اللي هو في ايه، يعني فاهم هو في 50 ولا في 60. في 60 مثلا فانت سايب رقم 63 فانت عايز تقوله، فانت تقول ايه، هتبدا بال60 63 61 62 وهكذا يعني. بس كده دي الارقام من 0 ل 100. نصيحه ليك بس عشان الحته دايما دي بقولها، حته ان انت تتعلم انجلش انت محتاج مهم جدا ان انت تكون بتمارس اللانجوج، مهم ان انت تكون بتتكلم كتير، مهم ان انت لسانك ياخد على الكلام، يعني مش مجرد ان انت بتتفرج على فيديوز او بتذاكر لوحدك او الحاجات دي، لا مهم جدا ان انت تعوز ان انت لسانك يتكلم ولسانك ده ياخد على الانجلش وياخد اللي انت بتتكلم اكتر. خليك دايما فاكر ان النولج او الحاجه اللي انت بتتعلمها دي هي مجرد 20% من اللانجوج،
انما ال 80% ان انت تعمل practicing وتبدا تيوز الحاجه اللي انت اتعلمتها دي في ال 20%. لو حابب تمارس اكتر برضو تقدر تسال عن الكورس السوبر سبيك بتاعنا وكورس المحادثه المكثف، لو حابب تقدر تسال عليه في الكومنتس، وتقدر برضو تسال على الكورس البرايفت ده ببقى انا والشخص الواحد. هتلاقوا بقى شويه ارقام كده كاتبها لكم، عايزكم تكتبوا في الكومنتس الارقام دي تتقال ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا، لو عندكم اي سؤال او حابين تسالوا عن اي حاجه في الانجلش تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس هرد عليها او هعمل عليها فيديو ان شاء الله. شكرا لكم، باي باي.